لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر. من الأمريكيين من الأبناء والبنات الذين استجابوا للخدمة في القوات البحرية والبرية وحرس السواحل ووصلنا إلى هذه النقطة. جهودهم وتضحياتهم ستكتب في التاريخ بأنها تمثل قوة والتزام وعاطفة أعظم قوة في تاريخ العالم. فقط ليلة أمس نائب الرئيس مايك بانس وأيضا الجنرال ميلي قررا بأن يتم نقل 5 من الأمريكيين الذين ماتوا في الشرق الأوسط في خدمة الوطن. طبعا هؤلاء يذكروننا بالتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال ونساء الجيش الأمريكي في خدمة الحرية والأمن. لقد أقسمت قواتنا بأن تحمي الدستور الأمريكي، وهم لا يخدمون من أجل المال أو المنفعة الشخصية، ولكن فقط لحماية مواطنيهم الأمريكيين ووطنهم. إنهم أبطال الحرية والقانون، وحينما يدعون للدفاع عن شعبنا ومبادئنا، طبعا نحن مدينون لهم دينا كبيرا جدا. ولهذا فإنني أتكرم الآن بالوقوف أمامكم لأذكر المرحلة المقبلة في حملتنا لمكافحة الإرهاب والهجمات على وطننا، ومن ضمنها أولئك الذين يأوونهم، ولمنع أي أفعال إرهابية ضد بلدنا. نحن طبعا ممتنون للمواطنين الذين ضحوا كثيرا ورفاقنا الذين يحملون إرثنا. معا فلقد خسرنا أكثر من 6,100 من الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم في أفغانستان والعراق، ولن ننسى أكثر من 52,000 الذين أصيبوا في الحرب والذين لا يزالون طبعا لديهم جروح ظاهرة وغير ظاهرة. وبناء على تلك التضحيات والتواضع الذي نشعر به، فإنني أعلن رسميا بأننا سنطبق أمر الرئيس ترامب بأن نعيد تموقع بعض قواتنا من فدينك البلدين قبل 15 يناير 2021. أرجوكم، ليس 2001 ولكن 15 يناير 2021. قواتنا وحجمها في أفغانستان سيكون 2500 من الجنود، وأيضا قواتنا في العراق ستكون أيضا 2500 في نفس اليوم. وطبعا هذا متماثل مع خطتنا الموضوعة وأهدافنا الاستراتيجية والذي يدعمه الشعب الأمريكي. وطبعا هذا لن يغير السياسة الأمريكية أو أهداف الأمريكية. وبالإضافة إلى هذا، هذا القرار من الرئيس مبني على التواصل المستمر مع أعضاء الأمن القومي على مدى أشهر، ومن ضمنها مفاوضات معي أنا ومع زملائي في كل الحكومة الأمريكية. تحدثت أيضا مع قواد جيشنا، ونحن سنطبق هذا إعادة التموضع لحماية رجالنا ونسائنا وشركائنا في الاستخبارات والدبلوماسية وحلفائنا الرائعين الذين هم ضروريون لنبني القدرات الأمنية في العراق وأفغانستان من أجل سلام دائم في تلك الأراضي المضطربة. وفقط في هذا الصباح تحدثت مع كبار الزعماء في الكونغرس وحلفائنا أيضا حتى نعطيهم معلومات بشأن مقاربتنا. نحن دائما معا ونجلس معا، وحين يحين الوقت ننصرف معا. أيضا تحدثت مع الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ، والذين طبعا كلهم ثمنوا الدورة وبطولة الجنود الأمريكيين والصداقة التي تربط بين بلدنا. أيضا الرئيس غاني أفغاني طبعا ثمن دورنا وقال إن دورنا أكبر ليس من الكمية ولكن من حيث الكيفية.
هذا كله من أجل إحلال السلام هناك. وفي الوقت ذاته دعونا نذكر أولئك الذين يتساءلون بشأن حزمنا مع طبعا هذه الخطة والمتناسقة. الولايات المتحدة وجيشها يبقون ملتزمين في حماية أمن الشعب الأمريكي ودعم حلفائنا وشركائنا في العالم. وإذا قوى الإرهاب وعدم الاستقرار والكراهية بدأت تقود حملات لتعرقل جهودنا، فإننا مستعدون لضربهم ووقفهم. وكقديم من قدام المحاربين والذين طبعا عشت في أفغانستان والعراق ومع المئات من الآلاف من الجنود الأمريكيين الذين حاربوا هناك والذين طبعا، فإنني أحيي وأفتخر بهذا اليوم وأحتفل به، وذلك بإنهاء المهمة التي بدأناها قبل عقدين تقريبا. أود أن أشكر الأفغان والعراقيين الذين كانوا شركاء معنا والذين الآن طبعا يتولون الدفاع عن أنفسهم. أود أن أشكر حلفائنا في الناتو والشركاء الآخرين الذين حاربوا معنا والذين قادوا في التدريب، تدريب القوات العراقية الأمنية في العراقية والأفغانية، وسنستمر في دعم جهودهم. وبفضل أكثر من 80 من الدول في تحالفنا ضد داعش، فإننا دمرنا ما يسمى خلافة داعش وضمننا بأنهم لن يكون لهم أي موطئ قدم لمهاجمة شعبنا. وفي نهاية المطاف فإننا طبعا قلنا بأننا سنطبق ثلاثة أهداف في 2001: تدمير الإرهابيين ومنظماتهم وملاذاتهم، ثانيا تقوية دفاعاتنا ضد هجمات مستقبلية، وثالثا منع نمو الإرهابيين الإسلامويين، وذلك بالعمل مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين ليقودوا العملية. اليوم طبعا هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وأيضا تحت القيادة القوية للرئيس ترامب. ومع السنة المقبلة فأننا سننهي هذه الحرب الجيلية وسنحمي أطفالنا من العبء الثقيل من هذه الحرب الطويلة، وسنكرم التضحيات التي قدمت لخدمة السلام والاستقرار في أفغانستان والعراق وحول العالم، ونحتفل بكل أولئك الذين يحبون الحرية. فليبارك الرب رجالنا ونساءنا في الجيش. شكرا جزيلا.